في بعض الأحيان يجب إجراء تعديلات إبداعية على السيارة بدافع الضرورة، وفي أوقات أخرى بدافع الإلهام. في كلتا الحالتين حول هؤلاء الملاك سياراتهم إلى شهادات على خيالهم. بدون مزيد من التشويق، دعنا نلقي نظرة على بعض مالكي السيارات الأكثر إبداعا على الإطلاق. بعد وقوع حادث في جمهورية ألتاي، ترك نتوءا على جانب سيارة هذا الرجل، قرر تحويلها إلى خريطة للمنطقة والتستر على النتوءات في تفاصيل تصميمه. لم يكن هذا المالك ناجحا جدا، لكنه لا يزال يبدو رائعا. ومع ذلك قام لاحقا بتحويل الجزء الداخلي من سيارته إلى خريطة رائعة للعالم، مفيدة إذا ضعت. ثم هناك عشاق الحيوانات الذين قرروا أنه لا يوجد شيء يضاهي وميض مؤخرة حيوان للسائقين المطمئنين خلفهم. ثم هذا الإصدار للجرو، أو ربما هذا الحيوان الغريب. إذا كنت مهتما باتباع مثل هذا العمل، ما عليك سوى إزالة الماسحة عن طريق فك المسمار ثم وضع بعض الملصقات. عند تحرك يبدو هذا وكأن أرني يقوم بتمرينات العضلة في إحدى الصالات الرياضية. يا له من عبقري، ربما هذه هي أفضل ممسحة حتى الآن. نرجو أن تكون القوة معك أيها السائق الشاب. الآن دعونا نلقي نظرة على كيفية قيام بعض أصحاب السيارات المبدعين بتغيير عجلاتهم. اختار هذا العاشق لسبونج بوب إعادة إنشاء أفضل صديق متحرك لبوب، باتريك، على عجلات سيارته. انظروا كيف ظهرت متشابهة. عبقري. وإذا لم تكن متحمسا عندما ترى عجلة السيارة المرصعة بباكمان، فليس بداخلك طفل صغير. الآن لا أعرف لماذا تريد إعادة تصميم الحصان والعربة القديمة، خاصة بالنظر إلى مدى عدم الراحة، لكن مالك السيارة هذا قرر فعل هذا من خلال ربط عجلات خشبية بسيارته الهامر. إنه فريد من نوعه، هذا أمر مؤكد. وإذا فقد بابه في أي وقت، فقد يرغب في استبداله بباب صالون خشبي كما فعل صاحب هذه السيارة. ليس آمنا جدا، لكنني أعتقد أنه يؤدي المهمة. ربع الفضة الأمريكي في حالة جيدة من عام 1985، تقدر قيمته اليوم بحوالي 13 دولارا. إنه قابل للجمع بدرجة كبيرة. وصاحب السيارة هذا الذي قام برسم نسخة طبق الأصل منه على عجلات سيارته يثبت مدى شعبيته حقا. ثم هذا تذكير بأن الزهور والمال يسيران معا مثل الدببة والعسل. إنه تناقض صارخ للغاية أن يكون لديك بورش بعجلات غريبة مثل هذه، لكن من الآمن القول أنه لا يوجد شخص آخر يقود سيارة مثل هذه. فيلم ترون عام 1982 تم إعادة إنتاجه عام 2010 وحصد 400 مليون دولار في شباك التذاكر. يعود جزء من نجاحه إلى تصاميم رائعة والمستقبلية للنيون في الفيلم، وهي تصميمات قام العديد من المتحمسين بنسخها على سيارتهم الخاصة في الحياة الواقعية. وضع هذا السائق خطوط رهيبة زرقاء سماوية، ثم وضع هذان الاثنان خطوطا باللون الأحمر المذهل. أخذ صاحب السيارة المبدع هذا خطوة إلى الأمام نحو الواقعية السينمائية مع أضواء النيون السفلية. كم عدد استخدامات قلم شاربي؟ حسنا، أكثر مما تعتقد. سمح جندي أمريكي لزوجته الفنانة أن ترسم على سيارة نيسان سكايلاين جي تي آر من أعلى إلى أسفل بقلم شاربي بعد أن شاهدها وهي ترسم على المصد. استغرق نمطها المعقد 100 ساعة حتى يكتمل، ويبدو رائعا حقا. ثم هناك المتسابق مايك نيمان الذي وضع حوالي 100 قلم شاربي في سيارته مازدا مياتا موديل 1992. استغرق المشروع 22 يوما و100 دولار في فواتير الأقلام، ولكن يجب أن توافقني الرأي على أنه يتمتع بتصميم رائع. ثم هناك مدير تنفيذي لبيع السيارات يدعى بريد ديفيد، قرر توقيع إحدى سياراته الخارقة للدعاية لامبورغيني جالاردو على وجه الدقة. سيارات كهذه تباع بحوالي 85 إلى 170 ألف دولار. عندما تنكسر أجزاء من سيارتك يمكنك إما أن تخسر بعض المال في المرآة أو أن تصبح مبدعا. استبدل صاحب السيارة هذا ماسحاته الخلفية بنهاية مكنسة، ومع ذلك فهي ليست فعالة مثل المساحات العادية. وبالنسبة لهذا المالك فإن أي نافذة قديمة ستفعل، ليس بالضبط النافذة الأكثر جمالا التي رأيتها على الإطلاق، وهذا أمر مؤكد. وإذا فقدت مرآة جانبية يمكنك دائما استخدام فرشاة شعر مثل هذا الشخص. مرة أخرى، ليس أنيقا تماما، ولكنه قد يكون حلا عمليا على المدى القصير. أو ماذا عن صنع مرآة جانبية تبدو أفضل مما كانت عليه قبل أن تنكسر؟ انظر إلى هذه الميزة الرائعة المصممة على طراز غريم ريبر، والتي تجعلها تبدو كأنها يد تمسك بمرآة جانبية. هذا رائع حقا.
وإذا كان هدفك الرئيسي هو الهروب من الشرطة، عندما تفقد مصباحا أماميا أو مصباحين، قد تؤدي صورة لمصباح أمامي مثل هذه الغرض. ثم هناك هذا المالك الذي استخدم رسما توضيحيا ذكيا ليسخر من تلف سيارته. أو ماذا عن مجرد الرجوع إلى الحيل القديمة باستخدام لاصق طبي أكبر من المعتاد قد يشفي هذا الطفل المكسور؟ من الواضح أن العقول العظيمة تفكر على حد سواء. رغم ذلك أصبح هذا المالك أذكى من غيره. لكن ماذا عن استخدام الخيط؟ جائزة الفائز في استخدام الخيوط الأكثر خبرة يذهب إلى الشخص الذي يقف وراء مهمة الإصلاح العبقرية هذه. إذا استمر ستيريو سيارتك في السقوط، فكل ما عليك فعله هو استخدام 4 كتل من الخشب لتشويشها في مكانها. هذا شيء قبيح حقا، لكنه يقوم بالمهمة على ما أعتقد. الحل الأفضل هو استخدام الإسفنج مثل هذا الشخص هنا. وإذا سبق لك أن كسرت مقبض باب سيارتك بطريقة ما، فكل ما تحتاجه هو مفتاح معدني. حسنا، عليك الاحتراس من الحواف الحادة بالرغم من ذلك. إذا كانت تلك الحواف تقلقك بما فيه الكفاية، ماذا عن رمي المفتاح واستخدام الشوكة بدلا منها؟ حواف أقل حدة، لذلك سأمنح هذا المالك ميزة إبداعية. هنا يمكنك رؤية صنابير ساخنة وباردة تم توصيلها بأسلاك في المحرك للتحكم في مكيف الهواء. إنه إصلاح ذكي جدا لنظام تكييف الهواء المعطل، ولكن مثل معظمهم في هذا الفيديو لا يبدو رائعا. هل سبق لك أن تلقيت تيارا مزعجا من شقوق باب سيارتك؟ استخدم هذا المالك حشوا لمنع الهواء من الوصول إلى ركاب المقعد الخلفي. مرة أخرى هذا يبدو مروعا، لكن لا بد أنه قام بالمهمة. وإذا كان بابك يعاني من مشكلة في البقاء بمكانه لسبب ما، فقد يؤدي شريط اللاصق إلى القيام بهذه المهمة. قم بلفه حول كل مفصل من الباب وقد تتمكن من منعه من الطيران بعيدا عن مكانه. رغم ذلك قد يتم تحنيط المرآة الجانبية تماما مثل هذا في هذه العملية. قد يكون الحل الأفضل هو ربط الباب بأحزمة الأمان والأشرطة من الداخل، طالما أنك لست قلقا بشأن راحة الركاب لأنها لا تبدو مريحة بشكل خاص. وإذا كنت تريد التستر على الأضرار التي لحقت بسيارتك وتبدو كزعيم في نفس الوقت، فجرب شيئا كهذا. من الواضح أن مالك السيارة هذا كان منزعجا جدا من التلف الذي لحق بباب سيارته، والذي ظل يتأرجح مفتوحا في منتصف الرحلة لدرجة أنه قرر تركيب حامل وإغلاق الباب هكذا. وإذا فقدت نافذة السيارة من قبل، فيمكن إعادة استخدام الحصائر من لعبة تويستر كمانع للرياح، تماما كما هو الحال في باب السيارة التالف. اتضح أيضا أن الأشياء اليومية مثل الزجاجات البلاستيكية يمكن أن تصنع بعض المصابيح الأمامية المؤقتة الجيدة حقا. قام صاحب السيارة هذا بلف زجاجة ماء بورقة حمراء ثم وضعها في فتحة ضوء الفراميل. ثم هناك هذا المالك الذي اكتشف أن المصابيح اليدوية تصدر ضوءا بحيث يمكن تركيبها كمصابيح أمامية للسيارة. الآن لبعض التفاصيل الرائعة باستخدام الملصقات ثلاثية الأبعاد. أضاف مالك سيارة بعض الدماء إلى مصابيح الفراميل، والأروع من ذلك هو ملصق ثلاثي الأبعاد لزجاج المتصدع بنصف كرة تنس لجعلها تبدو كأن كرة تنس قد حطمت زجاج السيارة. يبدو الأمر حقيقيا لدرجة أن بضع عشرات من الأشخاص يتوقفون كل يوم فقط ليكتشفوا أنهم تعرضوا للخداع. الحيوانات سيئة للغاية في عبور الطريق بأمان. يبدو أن هذه اللقطة غير المعتادة تظهر شرحا مكتوبا لحادث أثناء القيادة، وهو شرح هزلي أيضا. عندما تبدأ الأشياء في السقوط من سيارتك، فهذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى الاحتراف. إليك حلا على طراز إنديانا جونز، وهو المصد المعلق. أو ربما كنت قد استخدمت ربطات بلاستيكية. هنا تجد استخداما متقنا لتلك العصابات البيضاء التي يبدو أنها تمسك أنابيب هذه الشاحنة. الآن دعنا نتحقق من بعض التغييرات الرائعة على هيكل السيارة. هذا هو عاشق سيارات البخار الذي حول سيارته إلى مركبة تعمل بالبخار مع شكل هيكل السيارة البائس. يبدو خياليا. وماذا تفعل إذا استمر اللصوص في استهداف شاحنتك الجديدة اللامعة؟ ماذا عن هذا الشخص الذي قام بتمويه شاحنته ببعض الملصقات القذرة والصدئة؟ لقد تم إجراؤه بشكل جيد حتى أنه من الصعب معرفة هذا عندما تقترب، وكان التمويه مقنعا جدا من النظرة الأولى لدرجة أن الشرطة قامت بإيقاف المالك. المعادن واضحة جدا، قم بالقيادة براحة وأناقة مع هذه السيارة الذكية المصنوعة من الكروشي. من الأفضل عدم إخراجها في الطقس الممطر. وهنا الصورة التي قد تستغرق عدة ساعات في افتتاح معرض فني لفهمها. من الصعب حقا معرفة من أين تبدأ بشرح هذا، لكنه مذهل، هذا أمر مؤكد. وإذا كنت تريد نشر بعض الضحكات الخافتة،
فإليك طريقة بسيطة وفعالة للقيام بذلك. ثم هناك هذا المالك الذي يستمتع أيضا برسم بعض الدوامات الغريبة. وإذا كنت قلقا أيضا بشأن برودة جاغوار في الشتاء، فماذا عن حياكة سترة؟ هذه لمسة لطيفة صغيرة خلال موسم البرد. وإليك بابا رائعا تم تصميمه بأشعة إكس للتذكير بمدى ضعف حالة الكلاب البدنية. وإذا كنت تريد أن تبدو سيارتك التالفة أفضل مما كانت عليه قبل وقوع الحادث، فاحذر من هذا المالك الذي رشى مؤخرة سيارته بالذهب وخلق نوعا من العالم المصغر يضم ميكي ماوس واثنين من رواد الفضاء. أو ماذا عن تحويل سيارتك إلى فيلم سينمائي؟ وأحضر صديقتك معك، ما عليك سوى وضع ملصق ضخم على النافذة الخلفية، ويمكنك أن تبدو هكذا للأشخاص الذين يسيرون خلفك، ولكن انسى رؤية ما ورائك بعد ذلك. لم نتطرق إلى أغطية العجلات بعد، ألقي نظرة على هذه، هناك شيء مدهش بشكل غريب في هذه السيارة الريفية ذات الغطاء الجميل والمطرز. وعندما تتسلل في طريقك عبر حركة المرور، فإن تصميم السيارة الإبداعي هذا سيكون منطقيا تماما. هل لديك شاحنة صغيرة وتريد حمام سباحة؟ ابتكر شيئا كهذا. لماذا لم يفكر المزيد من مالكي الشاحنات في هذا التحويل البسيط؟ ألقي نظرة على هذه السيارة الرائعة مع العشب في جميع أنحاء الجزء الخارجي. هذه في الواقع محاولة لمالك سيارة للإعلان عن نشاطه التجاري، وهو بالتأكيد يعمل على جذب انتباه الناس. هل أنت من معجبي لعبة فول أوت؟ قد يكون صاحب هذه السيارة كذلك، فهو يحاول قول شيء ما. سيفتخر ديندي نفسه بهذه السيارة الجيب التي تتميز بقرون ثور وحبل سميك. هذه السيارة غريبة حقا، لا يمكنني تحديد ما هو الشيء الموجود على السطح. هل تعلم ما هو؟ بالتأكيد لا توجد سيارة أخرى على هذا الكوكب مثلها، وبالتأكيد سيكون ويلي وونكا فخورا بهذا. دعنا نقفز إلى الداخل. أدى هذا الاستخدام القديم للغاية لورق الملاحظات إلى إنشاء هذا المظهر المستقبلي الرائع والمتعدد الألوان لمقياس السرعة. وإذا كنت لا تستطيع حقا الحصول على ما يكفي من الطريق حتى أثناء القيادة عليه، فإن سجاد الموضة مثل هذا سيكون مناسبا تماما لأرضيات سيارتك. أو ماذا عن وضع فيلم رعب في مقعد السيارة الخاصة بك؟ لنكون جادين، يجب أن تكون عجلة القيادة هذه مريحة حقا للإمساك بها. أو ماذا عن تحويل سيارتك إلى سيارة ماريو حتى أنها تحتوي على أوضاع وخيارات لتنشيط الفطر السحري وقشر الموز الفارغ؟ أو اذهب إلى بعد آخر باستخدام غطاء عصا تروس هذا. من الواضح أن مالك السيارة يعتقد أنه سيكون حقا خارج هذا العالم، وها هو المتسابق الرئيسي لأفضل عصا تروس في العالم. يستخدم المالك هذه السيارة لمتابعة مسار لعبة بوكيمون، بالتأكيد أنه سيد البوكيمون. قد يكون هذا الجزء الداخلي لتلك السيارة التي كان بها عشب من الخارج. لماذا تذهب للخارج بينما يمكنك إحضار الطبيعة داخل سيارتك؟ وإذا كنت بحاجة إلى بعض الهدوء والهروب إلى الصحراء عندما تكون عالقا في ازدحام ساعة الذروة، فجرب شيئا كهذا على الرغم من أنها ليست بالضبط في الموقع الأكثر أمانا. تخيل خروج الوسادة الهوائية ودفع الكثير من الصبار في وجهك. هذا بالفعل مذهل. حول مالك السيارة المبدع هذا التصميم الداخلي لسيارته إلى حرم داخلي من الأعمال الفنية المذهلة. ما هو تصميم السيارة الذي تعتقد أنه الأكثر إبداعا؟ هل هناك أي شيء تريده على مركبتك؟ أخبرنا في التعليقات أدنى، وشكرا للمشاهدة.